لظروف مناخية صعبة، أتربة ورياح قوية في عالم رياضة القدرة والتحمل. هذا هو المعنى الحقيقي الذي أثبته فرسان وفارسات الإمارات. 169 فارس وفارسة من مختلف الإسطبلات أثبتوا جدارتهم في التعامل والمهارة العالية مع الخيل. فرسان انسحبوا وفرسان استمروا رغم المعوقات على أرض الوثبة. كنا هناك في اليوم الثالث لمسك الختام في مهرجان أبو ظبي الختامي للقدرة لمسافة 120 كيلومتر توستار الدولي، والذي أقيم في قرية الإمارات العالمية للقدرة. أربع مراحل صعبة قادت الفرسان والفارسات إلى المغامرة والإثارة. المرحلة الأولى باللون الأزرق لمسافة 40 كيلومتر كانت الأجواء مغبرة بعض الشيء، وتصدرت الفارسة جوليا على صهوة الفرس سينارو تانجو من إسطبلات الجزيرة تو الصدارة في زمن وقدره ساعة و27 دقيقة و36 ثانية. وجاء في المركز الثاني الفارس مبارك منصور الحمادي على صهوة دولومورتي بزمن وقدره ساعة و27 دقيقة و40 ثانية. بلا شك يعني هذا آخر سباق، وكل ما متبقي عندك من خيل زينة بتدخله في هذا السباق، ما في شيء تنتظر عشانه، لأن الموسم انتهى وعندك فترة راحة تقارب 6 شهور. فالموجود دخلناه، العدد تقريبا 5 رؤوس لكن مركزين على خيلين منهم. بلا شك ان الجو والهواء اثر كبير على الخيل. تعرف في اغلب الرياح هي في صدر الخيل، ونحن متعودين دائما في سباقات 120 نروح سرعه 30 28، وهذا بيكون يضاعف الجهد على الخيل. فاعتقد ان محتاجين نتصرف شوي، نهدي حتى نقدر نوصل الخيل بسلام. المرحلة الثانية باللون الأصفر لمسافة 35 كيلومتر أصبحت الأجواء تزداد صعوبة على الفارس وعلى الخيل، ومع هذا تصدرت الفارسة هنادي المنهالي على صهوة أنجلوستو إي بي لإسطبلات الجزيرة 2 المركز الأول بزمن وقدره ساعة و15 دقيقة و7 ثواني. وجاء بالمركز الثاني الفارس مبارك الحمادي بطل السباق لإسطبلات الوثبة بزمن وقدره ساعة و18 دقيقة و11 ثانية. الرياضة اسمها قدرة والتحمل، الرياضة مش اسمها شو ولا قفز حواجز، السماء قدر حامل، تخيل يا غبار امطار، الحمد لله على هذا الجو. يعني مش احنا يوم يانا حر قلنا حر، يانا غبار قالنا غبار، لا الخيل اللي بين الاول بين الاول. بس يعني هو كنظام يعني تنظيم، يعني في من لجنه هي تحكم على هذا الاجواء، يعني يجون يسالون المدربين يسالون الفرسان شو رايكم، ها في مجال لكم تروحون بعد مرحله، لانه باقي مرحلتين مش مرحله. احنا يوم يانا مرحله ثانيه كنا ما نعرف وين نروح، ما نشوف شيء، بس الحمد لله الحمد لله. بس انا اقول يعني لو بعد فتره الراحه شوي ياخرونها، والله في اسطبلات الريف اليوم احنا جايبين الخيول، عندنا ما عندها تو ستار، مش خيله بس، عندنا فرسان اللي ما عندهم تو ستار، بنجهزهم حق السنه الجايه ان شاء الله. وفي المرحله الثالثه باللون الاحمر لمسافة 25 كيلومتر أصبحت الأجواء المناخية أصعب، وكان كل من المدربين والفرسان ينتظرون من لجنة الحكام إيقاف السباق أو إعطاء مساحة أكبر للاستراحة، ولكن لم تقرر اللجنة أي قرار بإيقاف السباق، وتابع الفرسان والفارسات تحديهم، حيث تصدر الفارس مبارك منصور الحمادي من إسطبلات الوثبة بالمركز الأول بزمن وقدره 56 دقيقة و38 ثانية بمعدل سرعة تجاوزت 27. اليوم حقيقة يوم صعب كان على الفرسان والأخير. حقيقة كان فيه مراجعة مع اللجنة الفنية والحكام أيضا، هل السباق يستمر أو يتم إلغاءه، ولكن كانت القرار أنه يستمر، وهو أيضا في مجال كان أيضا تلغى مرحلة، مثلا المرحلة الأخيرة، وأن يستمر السباق على المرحلة الثلاث الأولى، ولكن ارتئينا في الأخير أنه يستمر، والحمد لله تتم على خير. ونهني سيدي سمو الشيخ منصور نائب رئيس مجلس وزراء وزير شؤون الرئاسة على أيضا فوز اليوم، وكذلك
ونشكره على ايضا على دعمه ورعايته كبير حقيقه اليوم للفرسان. اي نعم الاسطبلات الخاصه يعني، وهذا حقيقه لفته كريمه من سموه اللي تعودنا دائما ودعمه الدائم لهذه الرياضه. فنحن نتوجه من هالمنبر بالشكر، شكره وايضا تقدير له مع نهايه هذا الموسم. وايضا اليوم كانت مشاركه كبيره، وحقيقه هذا اتى بدعمه الكبير دائما لهذه الرياضه. الحين هالرياضه اسمها قدره وتحمل، الخيل الجيده والفرسان الجيدين يقدرون المفروض انهم يتحملون الظروف الصعبه. اليوم جتهم ظروف صعبه من ناحيه الاجواء، من ناحيه حتى التركات نوعا ما كانت ممسوحه لكن زاد عليها الامر، فيحتاج ذكاء من الفارس. الحمد لله يعني الفرسان يحبون الصعب وتخطوها. بالنسبه لنا بتكون تحديات فرب، وعندنا اهداف نحن حاطينها، مثلا بطوله وينزر كاس بيكون تقريبا في رمضان او قبل رمضان بيوم، ومن بعد كاس وينزر بيكون عندنا يعني سباقات تمهيديه حق بطوله العالم، والهدفين الرئيسيات وينزر وكاس العالم. وحافظ البطل مبارك منصور الحمادي من اسطبلات الوثبة على المركز الأول في المرحلة الرابعة باللون الأبيض لمسافة 20 كيلومتر على مستوى رائع ومتميز بجدارة رغم مجريات السباق الصعبة والعاصفة الرملية، حيث تصدر الفارس مبارك الحمادي على صهوة دولومورتي من اسطبلات الوثبة المركز الأول، وقطع البطل المسافة الكلية للسباق بزمن وقدره 4 ساعات و25 دقيقة و53 ثانية بمعدل سرعة بلغت 27.8 كيلومتر في الساعة. وجاء في المركز الثاني الفارس عبد الرحمن سعيد الغيلاني على صهوة جدافي بزمن وقدره 4 ساعات و26 دقيقة و38 ثانية بمعدل سرعة بلغت 27 كيلومتر في الساعة. وحل في المركز الثالث الفارس سلطان عارف محسن على صهوة فافا من اسطبلات الوثبة بزمن وقدره 4 ساعات و26 دقيقة و39 ثانية. والله الحمد لله، أول شيء نقول بسم الله، لكن توفيق من رب العالمين. وأنا أشكر سيدي صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد، وأشكر المدرب علي خلفان زين، والحمد لله على كل حال. بدون توجيهات المدرب ما تقدرين تمشين أكيد. كان يقول لي خف بس عشان الصعد وهذا، لأنك كنت أمشي بسرعة وخفيت لل 23 24. بعد ما طفت الصعدة مشيت 25، الحمد لله الله وفقنا. أهدي لسمو الشيخ منصور بن زايد والمدرب علي خلفان ومساعد مدرب عبد الله سلطان نيادي. فرحة ثلاثية بالمراكز الأولى لاسطبلات الوثبة مهداة إلى مقام سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإلى المدربين مايد الجهوري وعلي الجهوري وعبد الله سلطان النيادي الذين كانوا وراء هذا التتويج. وأعلنت لارا سويا أن النسخة 11 للمهرجان ستكون بها مفاجآت وتحديات كثيرة، من بينها البطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور آل نهيان لخيول البوني، وستمثل الإمارات في الجولة الختامية الفارسة الصغيرة سارة علي الجهوري من اسطبلات الوثبة مع 14 فارس وفارسة من جميع قارات العالم. رياضة الفروسية القدرة والتحمل، يتسابق إليها الصغير قبل الكبير.